سماء الدنيا وهي أقرب السماوات فيها بيت اسمه بيت العزة مقابل الكعبة فوق الكعبة. الأرض فيها بيت الكعبة. سماء الدنيا فيها بيت العزة. سماء السابعة فيها البيت المعمور وبيوت الله عز وجل ثلاث. الكعبة في الأرض والعزة في السماء الدنيا والمعمور في السماء السابعة وكل واحد فوق واحد. البيت المعمور تطوف به الملائكة كل يوم عند خلق الملائكة أول ما يبدأون به الطواف وكل يوم يخلق الله فيه 70,000 ملك جدد لم يكونوا موجودين من قبل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم إلا و70,000 ملك يطوفون بالبيت المعمور لم يطوفوا به من قبل ثم ينزلون إلى مكانهم المحدد في السماء وتتسع السماوات السبع كل يوم تتسع اليوم السماء أوسع من أمس بكرة السماء أوسع من اليوم. قال الله عز وجل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ومع اتساع السماوات تصغر الأرض لأن اتساع الفضاء الخارجي يصغر الأرض وهذه أطراف الأرض أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. وقيل نقص أطراف الأرض يكون بأكل اليابس أكل الماء البحار لليابسة كانت في قارات بلعها الماء. قارة أطلنطا المحيط الأطلسي كان قارة بالكامل أصبح ماء بالكامل. وهنالك أيضا قارات كانت موجودة وذهبت بلعها الماء. الآن ذلوا زي الكرة الأرضية مياه وذلوا واحد هو اليابسة.